اهلا بكم مع اقتراب تعديل اسعار المحروقات لشهر اب المقبل استنادا لمتغيرات اسعار النفط والمشتقات النفطيه بالاسواق العالميه اجمع خبراء الطاقه في توقعاتهم على ان الاسعار تتجه صوب الارتفاع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات قال في تصريح لرؤية إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع المحروقات لشهر آب بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% في حين قال خبير الطاقة هاشم عقل إن أسعار البنزين عالميا ارتفعت بنسبة 1.5% منذ بداية شهر آب أي ما يعادل 10 فلسات للتر أما سعر البنزين أكتان 95 فقد ارتفع بنسبة 1.5% أي ما يعادل 13 فلسا للتر أما سولار فقد ارتفع عالميا بنسبة 3% أي ما يعادل 14 فلسا وقال عقل إن الأسعار مع بقاء خمسة أيام على موعد تعديل أسعار المحروقات لشهر آب يتوقع أن يطرأ عليها ارتفاع طفيف عما هي عليه الآن وهو مؤشر أن التعديل القادم سيشهد ارتفاعا